هنا في ولاية شنيليأورفا التركية عقدت ناشطات سوريات مؤتمراً لمناهضة العنف ضد المرأة، دعت إليه منظمات المجتمع المدني والعديد من الشخصيات النسائية. نحن اليوم موجودين هين لحتى نناقش تقرير عرف أقوى من القانون، ودعينا عليه المنظمات اللي موجودة بأورفا لحتى تناقشنا بهذا التقرير، ولحتى نكتب توصيات حول هذا الموضوع ونرفعها للجهات المعنية أو صناع القرار. كثير من النساء تعرضت للعنف النفسي من قبل الزوج، من قبل الأخ، من قبل العائلة، من قبل يعني من قبل كثير، من قبل رب العمل. الناشطات عرضن تقريرا تحدث عن العنف والحرمان من الميراث إلى القوانين التمييزية في الدستور السوري التي لا تنصف المرأة، والحوار كان مفتوحا بين الجميع. ليس القتل ليس كما يطبق بالأعراف. قائدات أو مدافعات عن حقوق الإنسان، محاربات ومحاربي عن العنف ضد المرأة، هاي هي الدعوة. تم إطلاق التقرير وتم إطلاق الحملة، حملة احكوها بصوت عالي. تم إعداد منتدى خاص بهذه الحملة ودعوة الكثير من المنظمات التي بلغ عددها تقريباً أكثر من 20 منظمة في أوروبا. بين المجتمع والأسرة المرأة ضحية، واقع جسده الفن التشكيلي بلوحات تتحدث عن صمت النساء اللواتي تعرضن للعنف بشتى أشكاله، وأن صمتهن زاد المأساة مأساة. أحببت أن أشارك بهذه اللوحات، يعني هي للتعبير عن موقفنا ضد العنف التي تعاني منه المرأة، إن كان من الزوج أو الأخ أو الابن أو أي يعني حالة ذكورية، علما أن يعني المجتمع هو المسؤول الأول والأخير عما تعانيه المرأة. واحدة من كل ثلاث نساء في هذا العالم تتعرض للعنف البدني أو الجنسي خلال حياتها بحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة. عام تلو الآخر والدعوات على العنف ضد المرأة لا تتوقف، إلا أن النتائج على الأرض تؤكد الحاجة لبذل المزيد.